أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة المهندس عماد لبزور أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في الأردن آمن وكافي. وأوضح على التلفزيون الأردني أن مادة القمح الموجود داخل أراضي المملكة تكفي احتياجات واستهلاك المملكة لمدة 12 شهرًا، وأن مادة الشعير تكفي احتياجات واستهلاك الثروة الحيوانية لمدة 12 شهرًا ونصف. كما وأكد أن توفر هذا المخزون يجعل المملكة في منأى على المدى القريب من التأثر بانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب. وزاره الصناعه والتجاره والتموين معنيه بتامين مخزون استراتيجي من ماده القمح وماده الشعير. بتقوم بطرح عطاءات دوريه لشراء هذه المواد من عده مناشئ. اليوم مخزوننا الاستراتيجي بالمستودعات من ماده القمح تقريبا حوالي 12 شهر ومن ماده الشعير بكفينا 12 شهر ونص تقريبا. تعتبر دائما الاردن من الدول اللي تحوطا بتامن مخزون استراتيجي كافي وامن ويكفي لمدة طويلة إذا بتتذكر خلال الأزمات أزمة الأزمة, الأزمة الروسية الأوكرانية أو خلال أزمة كورونا بقيت الكميات المتعاقد عليها وكميات التي يتم شراؤها والكميات التي يتم تخزينها في مستودعات وصوامع المملكة كميات آمنة وكافية من المخزون الاستراتيجي من هذه المواد بنقوم بطرح عطاءات دورية لشراء القمح والشعير من خلال لجنة العطاءات المركزية بتقوم الشركات بالتقدم إلى العطاءات ويتم الشراء باقل الاسعار ضمن المواصفه القياسيه الاردنيه من عده مناشئ من دول العالم الان مخزوننا الاستراتيجي حاليا قمنا بشراء كميات كبيره توريد خلال العام الحالي وسنعمل قريبا على طرح عطاءات حتى يكون التوريد خلال العام القادم ان شاء الله